حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم. طبعا الحين لأجمل فقرة ممكن احنا نشوفها معانا شاب إماراتي لاعب ألعاب خفة محترف ومتخصص في قراءة الأفكار، الله يعين. فعلا طبعا بلاش فضايح بلاش فضايح، حيث أبدع وتميز في عالم ألعاب الخفة والخدع البصرية وتعمق في تقنيتها ومهاراتها. خلونا نرحب بالأستاذ معين البستكي، أهلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا فيكم. لعب ألعاب وأنت بألف خير وكل عام وأنت بخير، عساك من عواد. صار لي موقف معين، كل عام طيب. صار لي موقف مرة مشاهدين الكرام خوفني أنا من هاي خيفان وقاعد أفكر. سلمت عليه قبل لا ندخل البرنامج، قال لي إيه موبايلك؟ قلت له صلي على الرسول. قال لي إيه موبايلك؟ فتح الموبايل، قال افتح الحاسبة، اكتب رقمين، كتبت وقال لي كذا، سكرت، حذفت كل شيء، شاف الموبايل ما في ولا رقم، قال لي خلاص حاطيه في جيبك. أنا خايفان ما قاعد أرجع على حد الحين، وأنا قاعد أول ما شفته قال لي أعطاني ورقة وظرف كتبت أشياء هني، هو قال إنه بيقرأ الأفكار وبيعرف شو في هاي الورقة. شو رأيك قبل لا نبدأ بالعيد وكيف قضيت العيد نعرف شو في هاي الورقة؟ أنت ما تبغى نسيب المشكلة أو باسورد تليفوني إن شاء الله. شو بتختار؟ يلا نقول بسم الله ما عرف تبدأ، نبدأ بالحركة ما في أسئلة، ما مشكلة، بنبدأ خفيف خفيف ها؟ أوكي. ونبى نوصل للأشياء الحلوة الزينة القوية مثل ما اللي في خاطركم. كان أخوي عبد العزيز أباك تشوف إن في تراول الجمهور في عندك 5 كروت برسومات مختلفة، رسومات هندسية، تراويهم في مربع، في دائرة، صح؟ في زائد، في نجمة وفي ويفي لاينز. أباك تخبص تختار لك واحدة من غير ما أنا أشوف وتحطيها على إيدك وتحطيها قدام، بحاول أتحسس لو أنا ممكن أعرف الرسمة شو هي. حط الباجع صوب، حط واحدة على إيدك، مدها قدام، أشوف لو ممكن أعرف. اخترت واحدة. اخترت واحدة. حط الباجع صوب، أعطم الباجع حق الأستاذ مروة. اخترت. أوكي. بس عمر والله. زين اخترته وإن الباجع حطيهم تحت. حطهم تحت. خلاص. حطهم على إيدك، حطهم قدام، خلنا أشوف قدام. نعم. ففي هل في أي طريقة أنا ممكن أعرف شو كانت الرسمة؟ ما في أي طريقة صح؟ لا. أنت اخترت واحدة. استاذ مروه ساعدتك، اعتقد تختار اسمع كلامها الرسمه هاي، اسمع كلامها زين. ما في اي طريقه انا ممكن اعرف؟ لا ما في كيف لا. اعتقد لو مو غلطان راويت الجمهور، ما راويت الجمهور مو مشكله بتعاون عقب ما اقول راويت الجمهور. شو 5 رسمات، واحده منهم علامه زائد راويهم الجمهور. شكرا. يس زائد. اوكي شكرا لكم. زائد. ابغاك تختار رسمه واحده، رسمه ثانيه هالمره حسب تعقد علي، يمكن انا قاعد اشوف من ورا شيء. تختار لي واحدة ثانية، تخبص تحطيه في الظرف، تسكر الظرف وتحطيه على إيدك. هل ممكن في أي طريقة أنا ممكن أعرف؟ تفضل. يلا. عندك واحدة؟ هي نعم اخترت واحدة. أوكي أنا شفت أن الأستاذ مروة اخترت واحدة ثانية غير علامة الزائد، فعندي من الأربع عندي واحدة. أنا حس أنت متفق يا مروة، خليني أنا أغير. إزاي غير؟ مشاهدين الكرام ما يقولون شيء. إذن. على فكرة ما رسمات هندسية مختلفة، 5 رسمات، في واحدة بتختار بتحطي في الظرف، ما في أي طريقة أنا ممكن أعرف. اختار. في ناس ممكن يشوفون من ورا، يمكن أنا قاعد أشوف علامة أو شيء، حطه في إيدك، حطه مد إيدك قدام. ما يبين شيء. اخترت. تفضل. إذن حط مد إيدك قدام، هل في أي طريقة؟ لا ما في. لا ما في. أستاذ مروة اخترت ولا أنت اخترت؟ أنا اخترت. أنت اخترت. غير الورقة. رسمة فيها رجولة، رسمة فيها تستانس، رسمة فيها قوة، فيها فيها أضلع حادة، ما أعرف. مربع، طلع راوي الجمهور. مربع والله. مربع راوي الجمهور. شكرا مربع. أوكي أستاذ عبد العزيز، النقطة اللي بوضحها معليش أخوي عبد العزيز علق كلهم يعني كلهم نفس الشكل، ما في شيء مختلف فيهم لو تشوفين فعلا، حتى الألوان بعد موجودة وحطينا نحن في الظرفة. يعني زين أنا كنت طالب منك اليوم يتيب وياك ديك أوف كارد، صح؟ عندك ديك أوف كارد؟ تطلع ديك أوف كارد. في ديك أوف كارد بس للجمهور في حال ما يعرفون، في 52 بطاقة أو كرت مختلف. هي. اللي أباك تسوي أنت بالديك أوف كارد، اللي أباك تطلع اخبص اختار واحدة، حطه في الظرف، حطه في إيدك. هل ممكن نسوي المستحيل اليوم؟ بشوفون وايد مستحيلات في الاستوديو، جمهورنا في الفجيرة. اخبص حطيه في الظرف. اخترت واحدة؟ لا هنا خلينا. ما شفتك استشرت الأستاذة مروة، ما مشكلة أحيانا. خلاص ها يلا مروة تعالي أنا وياك استشار. يلا أنا ما بشوف، ما في أي طريقة، ما في أي شاشة هني عندي أسف أعرف.
هذا شو هذا هذا يلا هذا عندك وحده يلا اوكي زين حطها بالظرف على اساس ما في اي طريقه حطيها انا ممكن اعرف شو هي البطاقه اللي انت زين انا اخترتها من 52 بطاقه احطي داخل حطها داخل حطها على ايدك حطها مد قدام اشوف هل ممكن في طاقه موجوده حولنا في ناس على بالهم ان في طاقه في شيء في طاقة موجودة ممكن الواحد ترى لو نستعمل الطاقة اللي موجودة حوله الحين لو بتعرف أنا بشرد 52 بطاقة اختاروا بطاقة منها البطائق من الأستاذ عبد العزيز حتى أنا قاعد أروح متوتر خذ راحتك في عندك كروت سوداء في عندك كروت حمراء مروة اللي اختارت أستاذة مروة اختارت أوكي كروت سوداء كروت حمراء ما بحاول ان دايموند اثنين دايموند اثنين دايموند طلع خلنا اشوف مخرج عادي اروح هذا شليني وياك اثنين دايموند ثانك يو فيري ماتش شكرا لكم لحظه وبس تراون الجمهور ان كل البطايق غير لا ما يقولون على منهم غير بعض كلهم اثنين دايموند كلهم غير بعض كل البطايق غير هذا شو هاي ما هي خفت يد ولا ثلاث افكار لحظه بسالك هذه الورقه شو فيها زين بعد شو ابى اعرف الحين سؤالين اي شيء خلينا الحين نرجع نرجع نسال مركز أزل. تقدر اخذ الظرف انا ما بشوف داخل انا كتبت على ورقه اسم صديق طفوله وشو يذكرني فيهم انا رميت بعيد عشان ما تقولين انا قاعد اشوف من خلال الظرف او اي شيء صح وفي اي مرحله تعرفت عليهم يلا تفضل معين شو مكتوب في الورقه اعزائي المشاهدين عندي صبورتين فاضين ما فيهم ما في عليهم شيء صح مثل ما تشوفين مصوبين استاذه مروه في ناس يسالوني احيانا معين هل في طاقه خارجيه انت تتعامل وياها او لا عشان تعرف البيانات المعلومات هاي اقول لا ولكن اقول فرضا لو نتخيل ان في طاقه موجوده في شخص في شيء قاعد يساعدني خلينا نسميه عبده عبده الصبوره من الصوبين كانت فاضيه ابغاك تمسكين الصبوره الصبورتين بس تمسكينهم حاليا ما تفتحينهم حاليا اوكي اللي بنسوي باخذ لا تفتحينهم ما فتحت تعالي بس افتحي شوي شوي وعبده دخل داخل طب شوره اللي ابغاك تسوين ابغاك تفكري لي باسم صديق لك في أيام الطفولة صديق في أيام الطفولة في مخك لا تقولين أي شيء في أيام الطفولة قاعد تفكرين فيه غير الاسم فكري لي بالذكرى بشيء قاعد يذكرك بالشخص هذا اللي باش تسوينه باش تحركين الصبورتين يمين يسار كأن الطبشورة قاعد يمكن تسجل شيء يمين يسار قاعد تفكرين باسم وشيء قاعد يذكرك بالشخص هذا اللي كنتوا مع بعض يمكن ايام ابتدائيه صح؟ اللي باك تسوين بس بسم الله شو دراك ايام الابتدائيه تاخذين الصبورتين تشلين اللي فوق شوفي شو مكتوب عليها والثانيه شو مكتوب عليها؟ بسم الله الاسم علي شبس عمان ذكرى بينك انت لا فيك شيء بسم الله شو يا جماعه اللي مصورين جماعه كلهم صوت عبد العزيز كمل اللقاء بسم الله لا انا خاف تطلع فضايح لا ما كمل ليش مكمل انا من اعطيتك المبايته طرشت سنابه ما وصلت الناس اللي طرشنا مختبوا ولا صار لهم شيء شو باسورد تليفوني والله لو عرفته ترى شوفي انت كل التركيز عليك ما حد يعرفه بس اللقاء كله وياك لا خليها وياك بس شبس عمان وعلي شخص انت كنت تفكرين فيه ما في حد في الدنيا كان يعرف فكري لي برقمك المفضل بس في مخك كرري في مخك بس في مخك كانك قاعد تشوفين صبوره سوداء عوده قاعد تسجلين عليها رقمك المفضل سجلت رقم المفضل سبع رقم بسم الله
فيك شيء مو طبيعي معين. أنا ما أؤمن في ألعاب خفة اليد وشي، ولكن ما شاء الله عليك يعني أول مرة. لا مش خفة يد، كيف عبدو دخل وكذا؟ أول مرة فعلاً إن يستوي شي فعلاً. ما في أسئلة يعني خليك وياها، لا حد يبقينا خليك وياها. من الأشياء إن الناس ما يعرفون إن تليفون الشخص ترى هو مو بس ليش تضحك؟ شو عندك تليفونه؟ خايف منك والله. دمع من الخوف معين لا طالع خلاص. كل شيء بس قاعد يطالعني كم يوصل لي شيء. خذ راحتك. تليفون الشخص ترى هي بوابة لحياة الإنسان الشخصية. مو بس تليفون، مو جهاز تتصلين بشخص او ترسلين له مسج. ممكن عن طريق التليفون الناس يعرفون اشياء شخصيه لك انت، او انه يدخلون برقم حسابك يعرفون كم في حسابك وكم كم عندك، او انه مسجات ممكن ما حد تبان يعرف عنها. ولكن احنا ما بندخل بعمج في حركه التليفون، بس اسوي انه كل واحد لازم يكون حذر بالتليفون اللي عنده. والعادة الباسورد للتلفون هي النقطة أو البوابة اللي ممكن الناس يوصلون لها لأشيائك الشخصية. أخوي عبد العزيز، هل في أي أحد في الدنيا غيرك يعرف الباسورد للتلفون؟ يعني بعض ربعي المقربين جدا أنت ما تعرفهم. يعرفهم، أنا ما أعرفهم، فما في أي طريقة أنا ممكن أكون متواصل ياهم أعرف شو. لا. العادة الناس عسب أن يسهلون الباسورد لأعمارهم. بس لا تكمل، لا الله يخليك. على فكرة أنا بقول لك بس باسورد تليفوني عادي. لا أنا أصلاً يعني بغير. هو جاوب، هو عرف من إجابته. الناس اللي أحيانا يحطون أرقام سهلة، يحطون مثلاً 1 2 3 4، يحطون 0 0 0 0، ولكن أستاذ عبد العزيز ما حط هالأرقام، حط شيء ثاني، حط شيء خاص، شيء له، شيء خاص. ممكن يكون أي شيء. أستاذ عبد العزيز، أباك تفكر لي بأول رقم من الباس كود أو الباسورد للتلفون عندك. العادة أرقام التلفونات الباسورد تكون يا 6 4 أرقام. أنا قاعد أحس إن هي 4 أرقام مش 6، صح؟ 4 أرقام الباسورد، صح؟ 4 أرقام. فكر لي بأول لا هي 6، أنا بس لما سجلت 4 أرقام. أوكي، سجلت 4. هي 6، سجلت 4. أوكي، اللي أباك تسوي، أباك كأنك قاعد ترسل لي، قاعد أحس إن في أرقام مكررة، في غير رقم، في أرقام مكررة، 6 أرقام. كأنه قاعد أحس إنه ما في أرقام، ما أعرف ليش، ولكن كأنه في أصفار، كأنه في أصفار في الرقم عندي، صح؟ في عندك أصفار؟ لا. أوكي، في أوكي اللي عندك أنا ما أعرف، بس قاعد أحس 1994. ليش 1994؟ تاريخ ميلادك، سنة ميلادك، شيء شو هي؟ هو الباسورد هو، بس مش هذا، مش أوكي شيء خاص به، ولكن 1994. أخ عبد العزيز عرف الباسورد. شكرا لك حماسة. انا بطلع يستوي كم دخلت الموبايل دخلته ولا بعدين تعرف عقب البرنامج ان شاء الله انا بكشف لك شو. اوكي بطل التليفون على نفس الوقت نتاكد. استاذه مروه، اللي باكر تسوي تخلين هالظرف عندك، ما بتسالوني كم من سؤال بصراحه؟ يعني خلي شو انت ما شاء الله الاجوبه كلها عندك. احنا جايين نقول لك شو سويت في العيد، شو الامور اللي تسويها في العيد، بس يعني شو انت تعرف الاجوبه كلها عندك. انا ما بسال، انا بقعد انت بروح بتجاوب. شو هذا الضعف؟ الظرف تخليني عندك، ما عليك اماره. شكرا. اوكي، عندنا دفتر به اسماء لفنانين وفنانات من الوطن العربي. احنا احيانا شو نسوي؟ لاعبين العاب الخفه يجون يسوون اشياء مال برا. لا، لازم نسوي اشياء لك انت. حسب شيء من اول يوم انا جيت ودخلت في عالم العاب الخفه، انا برد على كم من سؤال من اسئلتكم من غير ما تسالوني. دخلت بايام بالعاب الخفه، حاولت ان ادخل الجو الخليجي الاماراتي
في العابي، ادخل بكندوره اسوي عروضي احيانا على الستيج بكندوره، عشان ان احنا ما نبغى نقلد الناس اللي برا. حلو. نبغى نوصل لمرحله الناس اللي برا هم اللي يقلدونا، هم اللي يشوفون احنا عندنا ناس مواهب موجوده في الوطن العربي تستاهل انها تتقلد، مو احنا نصير نقلد الناس اللي برا. فحاولت ان ادخل حتى ان حركاتي مثلا عندي من الحركات اللي اسويها على الستيج اللي هي الكويك تشينج، تغيير الملابس بسرعه، اسويها بالكندوره. حلو. ان تغيير الملابس. فالدفتر هذا عندنا فيه اسامي لفنانين وفنانات، احنا بس بنطالع مع بعض والجمهور ويانا باسامي الفنانين، ممكن تقولون الاسامي كل ما نشوف الاسامي. فعندنا مثلا عادل امام، عمرو دياب، عبد الحسين عبد الرضا، طارق العلي، هيا الشعيبي، اصاله، حسين الجسمي، حياه الفهد، راشد الماجد وغيرهم، راشد راغب علامه، سمير غانم، نانسي عجرم، محمد هنيدي، كاظم الساهر، نوال، سعاد عبد الله، وخطفنا على وادي سامي ذي الغير. اللي باش تسوين استاذه مره، باش تحطين الدفتر هذا على ايدك اليسار. اوكي. انزين، تعرفين اليسار عن اليمين؟ اكيد. حلو. اللي باش تسوين ما تفتحين. اوكي. تفتحين على صفحه واحده بس، تشيكين، تسكرين، تفرين الدفتر بعيد. من غير ما اشوف عبد العزيز. سكري، فري الدفتر بعيد. واحد، اثنين، ثلاثة، بس ما مبسوط. انزين. ليش انا ما اشوف؟ بمشكلة، ما هي المفاجأة بتكون أنت تستانس تستغرب. يعني عندك اسم فنان فنانة في الوطن العربي صح؟ نعم. أباش تفكرين بالاسم، اسم الشخص في مخك، كأنك قاعد تكتبين على صبورة سودة، لا تعطيني أي كيو، لا تخبريني أي شيء، بس الاسم أنا حاس إنه لي فنانة وليس فنان، فنانة صح؟ صح. فنانة عندنا في من الفنانين بأنواعها وأشكاله. كاني قاعد احس دندنه في اوكي اغني؟ لا تقول، لا تغنيها، لا اكيد ما بغني على الهواء يعني. إيه، كان في اغنيه، كان في اغنيه ببالك، في فنانه واغنيه اعطيتك ضرب تحيدين قبل ما نبدا الحركه هذه، اعطيتك الضرب، لا تفتحينها. اوكي. هل في اي طريقه انا ممكن اعرف؟ احنا شفنا 50 اسم لفنان فنانه في الوطن العربي، لا فنانة معينة، أنت اخترتي، فتحتي الصفحة، سكرتي، رميتي. فنانة أحلام صح؟ تشوفين الطرف تراوين الجمهور. أحلام. زين وين صورتها أنت؟ لا لا، في شيء في. لا، من الاستديو بعد. كيف؟ مو ببرنتر، صورة استديو. كيف؟ كيف؟ يعني هل يعني الأغنية اللي قاعد دندنينها كنتي ما يصح إلا الصحيح؟ أعتقد ما يصح إلا الصحيح. شو هذه خفة اليد هذه؟ فعلاً كنت جالسة أدندن ما يصح إلا الصحيح. لا يعني هذا هي خفة يد ولا هي يعني قراءة أفكار ولا شيء ولا هذا؟ الناس أنسأل عن على موضوع أن معين السوالف اللي تسويها ما هي في خانة خفة اليد، كيف؟ أمورك كأنها ردت الصورة أحسن وأقوى من سوالف ممكن الواحد يشوفها يقول لا هاي مثلا خبصت ورقة أنا اخترت، مو بشي أعمق من موضوع اللي هي خفة اليد. أنا من أول ما طلعت في الإعلام حاولت أن أختلف عن الباجين اللي موجودين، أني أكون أول شخص يظهر يركز ويتعمق في قراءة التفكير وقراءة الأفكار، لأن هذه شيء كل واحد منا كانت الأمنية في حياتنا، ان نعرف الشخص اللي قدامنا شو قاعد يفكر، من استاذ من استاذ، من الوالد للوالده، من صديق لصديق، هذا منو ما كان، لي زوج لزوجه، ان نعرف شو اللي يفكرون، شو اللي ببالهم. ما بعرف اساس، بعرف شو اسوي، شو اقدم اساس ان اكون إن مطابق للي ببالهم. فحاولت ان اجيب شيء يكون قريب من المستحيل، قريب من السحر الحقيقي، ولكن ما يكون سحر، يكون لعبه خفه بس بعمق أكثر. ان ممكن الواحد لو شاف يشوف ان هي في خانه. لا هذا عبده، كيف صبوره صحيح. اسم كارت رقم موبايل، من الامور نعم. اللي تكون من المستحيلات ولكن في خانه العاب الخفه. نعم. معين انا عندي سؤال. تفضل. انت يوم تقرا الافكار يعني تعرف شو يدور براس او بافكار اللي قدامك، ما خسرت علاقات وايده بسبب هذا الموضوع؟ يعني دوم يقولوا لي شو تتمنين، اقول ان اهم شيء ان انا اتمنى لو اني اقرا أو أقدر أو عندي المقدرة أني أقدر أقرأ نوايا الناس أو أفكارهم. صحيح. ما خسرت علاقات بسبب هذه المقدرة أو الموهبة خلينا نقول؟ مو أني أنا طب
السؤال انه طب كيف ممكن الواحد يوصل لمرحله انه يعرف؟ هي انك تستعمل الحواس الخمس وتخلق او تستنتج منهم الحاسه السادسه من العلوم اللي موجوده حولك، من بودي لانجوج، من NLP، من الطاقه، من الامور اللي موجوده في كتب، ولكن لازم تتعمق فيها لدرجه انه توصل لمرحله انه ممكن تعرف الرقم اللي ببال الشخص بيكون 7، او ان البين كود ممكن يكون قريب من شو، او ان الاسم اللي ببالهم. صح انه من المستحيلات لو تفكر فيها تقول لا، واحد ما قاعد يسوي 2، لان في شيء مستحيل، في شيء قاعد يطلع من المستحيلات. بنجرب شيء مع الاستاذ. طالع عيونك. لا والله انا خافوه يركز علي. انا خاف. أنا بس انت يعني كيف ربع؟ كيف تتعاون يا ربع؟ كيف تسولفون؟ كيف تطلعون؟ ما يحتاج اسولف، بس طالع بعيني واعرف كل اللي ما يخافون مني؟ مريح اموري. معين انا بسالك سؤال عقب الهواء. عقب الهواء. خلاص كله فضايح خلاص. لا اوكي. استاذ عبد العزيز، انت تلعب الطاوله احيانا في مونوبولي، تعيد تلعب في الدايس. اللي باك تسوي باك تاخذ الدايس وتختار اي رقم ما انت حاب وبغيت وتغطيه بايدك، الرقم اللي فوق، الرقم اللي حاط اللي فوق اباك تطالعه وتغطي ايدك على اساس اني اعرف هل ممكن استشف ولا لا الرقم. الرقم اللي فوق، الرقم اللي فوق، نعم. عندك بايدك وسكر ايدك. سكر. عندك رقم موجود؟ انت اخترت رقم. نعم. مو متفقين على شيء. وما راوت الاستاذ استاذ مروه. بس انا غشيت. انت غشيتي. بس ما في اي طريقه انا ممكن لا. اعرف. انا ما بخبر. رقم 3 صح؟ تراوي الجمهور رقم 3؟ شوف اختار رقم ثاني نقول يمكن بالحظ. رقم ثاني كيف؟ معين كيف؟ يلا عندك؟ تبقى ما راويته صح؟ لا غيرت رقم 5، رقم 5 راوي الجمهور. ثانك يو. هالمره انت ما باك تعرف، انت ما باك تشوف، فيمكن انا قاعد اشوف من البادي لانجوج. اباك انت تغير، تسكر ايدك. يلا انا ما قاعد عشان لا انت تعرف ولا هي تعرف ولا الناس يعرفون. فهل في اي طريقه؟ والله ما شفت. يلا ما شفت؟ والله ما شفت. يلا انت ما شفت؟ لا ما شفت. ما حد شاف؟ ما حد شاف. عبدو شاف؟ عبدو يقول لي رقم 2. برافو، برقم 2. شكرا لك. ثانك يو. اوكي لحظة معين، شو هذه الأكياس اللي بعد؟ اوكي. اختار تشيبس. من الأشياء اللي مستعد يا عبد العزيز. من الأشياء اللي معروفة عنها اللي شايفينها في الأفلام، احنا حيد فيلم لألباتشينو ولا لروبرت دينيرو، كان يسوون حركة مسمى راشن روليت. الراشن روليت الحركة كانت إن يجيبون مسدس، نعم، يحطون فيها طلقة واحدة بس ويلفون الزند ويسكرون، واثنين موجودين وكل واحد يضرب، والخاسر هو اللي تطلع طلقة من المسدس. احنا ما بنسوي مسدس وهالأمور، ولكن بنسوي بشيء ثاني اليوم. عندنا 4 أكياس. عندنا كيس رقم 1، 2، 3، 4. بكل كيس عندنا قطعة خشبية. بكيس من الاكياس عشان بس نراوي القطعه الخشبيه للجمهور عشان يعرفون احنا شو قاعد ندرس. عندنا قطعه خشبيه بكيس، كل كيس من الاكياس عشان بدنا نثبت الاكياس اللي موجوده هني عندنا. عندنا بهالكيس القطعه الخشبيه، ولكن داخل القطعه الخشبيه بنحطي مسمار. فخي عبد العزيز، لو انا ضربت ايدي جو على المسمار هذا شو بيصير؟ بس بحاسب، حط صبعك عليه، حط صبعك، حط صبعك. حاد، واضح انه حاد. لو ضربت عليه جو ممكن اذي بعمرك صح؟ صحيح. عندنا 4 اكياس. بكيس من الاكياس بنحط لي مسمار، ولكن اللي بسويه ان الكيس هذا رقم 1 اللي فيه المسمار صح؟ نعم. 2، 3، 4 ما فيه مسامير. أباكم ما تطالعون، طالعوا هناك على أساس أن أغير أماكن الأكياس. وبغيره هني وهني، وبالكاميرا ما تاخذ على أساس أن الناس ما يعرفون أي كيس في المسمار. أوكي خلاص؟ عندنا 4 أكياس.
استاذه مروه. نعم. انا غيرت الاكياس. بتقول انا اعرف اي كيس فيه المسمار صح؟ بصدي هالصوب اباشتين تغيرين مكان كيسين من الاكياس. ما بتطالع؟ تعالي غيري مكان كيسين من الاكياس على اساس ان نخلط الاكياس اكثر. لحظه اشيل المايكات وياح. شو اسوي؟ بس تغيرين مكان كيسين من الاربعه اكياس. تفضلي. تمام؟ حلو. أنا كيس رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة بوحدة منهم في مسمار. أستاذة مروة أباش تختارين الرقم. رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، تفضلي. أربعة. أربعة. هل تعرفون أي كيس في المسمار؟ لا. أنا ما أعرف، الجمهور ما يعرف، رقم أربعة. بسم الله. خاف عليك انا بعد اقرا الافكار ترى سل مروح عني الافكار ترى انا كيس رقم واحد بس هي كيس رقم اثنين رقم ثلاثه اختار رقم تفضل رقم واحد بشوش على ايدك انزين انا بضرب ايدي على رقم واحد بس لان الاكياس عند بعض تعرفين تعالي حركيهم شويه شي احساس ما ادق الاكياس في حال ما انه شويه وشويه هذا وتسحبين هالحلاوة بعيد أساسا في حال ما كسرنا الطاولة الحلاوة تكون سالمة شو على يدك بس أخت مروة تسحبين هذا بعد شوية هني سموح أنا ما بدق الكيس أساس ما يقولون إذا دقيت الكيس سويت شيء رقم واحد بتغير رأيك ولا بترسي على رقم واحد لا رقم واحد رقم واحد إيدي ترتجف خايف ليش خلاص بغير لا تغير كيس رقم اثنين كيس رقم ثلاث اخوي عبد العزيز تي وتحط ايدينك فوق الكيس خايف على ايدك يلا عزيز شو يلا يلا روح لا تخاف بحصل إجازة لو تعورت إيدي عند المخرج بيعطونك إجازة لا 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 كيس رقم اثنين كيس رقم ثلاث نزل إيدك شوي شوي روحي حطيني روح أنت خلاص جبان يلا أعطيني بس أعطي على واحدة أستاذة مروة نعم كيس رقم اثنين كيس رقم ثلاثة بكيس من الكيسين في مسمار نعم تشيكوا عليه أنتوا اخترتوا الأرقام حتى لو أنا غيرت حتى لو أنت غيرتي انتوا اللي اخترتوا الرقم تباني انا اجرب أرقام. عادي ما اخاف لا على راسي ما يستوي عيب الرياهين موجودين الحرب تضرب ايوه عبد العزيز تجرب رقم اكيد استاذ مروه تختاري الرقم اثنين او ثلاث 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 ما بتغني رايك بترسيك على رقم لا ثلاث ثلاث غير رايك الله يخليك شوي شوي وترتني الله يخليك بسرعة بسم الله عليك بتحط يدك مكان يدي أنا اللي قدامك خايفة كيس رقم اثنين اللي انتو اخترتوا الناس ممكن يقولون يمكن الأكياس كلهن ما فيه المسمار ولكن مسمار شفتي كيف؟ زين من وين تعلمت حرفة اليد هذه؟ هم بسألك من برا يعني رحت درست الشيء هذا من برا الإمارات ولا؟ تعلمت ألعاب الخفة وأنا عمري ست سنوات ما شاء الله ست سنوات يعني مو بأن أنا كنت متعمق أنا كنت جاهل صغير ست سنوات جالس ألعب في البيت هو الوالد كان يبي لي لعبة البازلز فكنت ألعب لعبة البازلز أن تحط قطعة على قطعة وتكون صورة كاملة كان يدي يزقرني يقول معين شو نسوي؟ خاسر شيء، لاعب كورة، ضرب بجامة، ما أعرف. معين سطله، خذ درهم. خذ درهم قال شوف، خذ الدرهم، عض على الدرهم، ويوم طلع الدرهم واللي هي مكسوسة نص. يا اللي بست سنوات ما بعرف شو السالفة، بس قاعد أشوف إن الدرهم كامل تحول ينقص لنص. فقلت أوكي، قلت يمكن أسنانه قوية، يمكن شيء.
كان يحركها ولا ردت درهم كامل. انا هني زغت انبهرت، ركضت صرت الفريجه يجمع دراهم، ما اللي ما عنده درهم اللي درهم شيء، صرت جمعت مال 20 ربيه، قلت يدي يود كثر لي اياهم ابى اشتري لي دراجه هوائيه سيكل. قال لا، الدرهم اللي كان عندي هالدرهم مال العاب خفه. يدي يوم كان يعرف العاب خفه حاول ويا ابوي حاول ويا عمي يعلمهم العاب الخفه، ولكن هم ما بغى. نعم. انا كنت الضحيه. فهني بالعكس الموهوب علمني مو الضحية، الموهوب مو الضحية. لا تحولنا موهوب الحمد لله. فعلمني كل اللي كان يعرف، كل اللي كان في دفتر مهاراته علمني اياهم. الين ما حزت انتشرت ال VHS. عاد انت ما عارف انت على جيلكم، جيلكم في تعرف على VHS والبيتاميكس ولا لا؟ لا شنو؟ احنا جيل قديم مو بدي في دي وسوالف، كان اشرطه الفيديو الكبيره الكبيره هاي موجوده هاي والبيتاميكس على الاصغر. فانتشرت مالت ديفيد كوبرفيلد، انه كان الناس يرمزون على ديفيد كوبرفيلد. فابوي جاب لي، كان يعرف اني انا احب العاب الخفه، فجاب لي كم من VHS اللي هي الاشرطه العوده هاي، انه تعال طالع انا اعرف انك بتحب الامور. فكنت اطالع ديفيد كوبرفيلد وانبهر بحركاته، ان هالانسان الموهوب النابغه كيف انا ممكن اسوي مثل يوم من الايام، انا اسوي العاب خفه بس مو مثل اللي يسوي. فكانت اليوم عقب ما ظهرت اعلاميا بقناه من القنوات المحليه، سويت اخفاء لبرج خليفه كاوماج لاخفاء ديفيد كوبرفيلد لستاتشو اوف ليبرتي. فهي كانت له ان انا ديفيد كوبرفيلد كان له اثر على تطوري في الفن هذا. فحيد عقب ما خلصت الثانويه العامه صرت عند ابوي، قلت ابوي انا قررت مستقبلي شو بستوي شو بكون. قال تفضل، عبالي محامي، عبالي دكتور، عبالي مهندس، عبالي حي الله لاعب كوره يمكن. قلت له بستوي لاعب خف، انا ما وعيت الا ظلمت الدنيا بعيني بهاكل كف، سير كمل دراستك. عاد احنا كملنا دراستنا، وبس هم نفس الوقت تعمقت في مجال العاب الخفه، صرت اخذت الماجستير، قلت له ابوي هاي الشهاده انا مكمل درب الموهبه اللي عندي بالعاب الخفه. جميل. فهاي كانت اني قصه مختصره كيف انا وصلت من بدايه طلعتي وشوفتي لالعاب الخفه لين اليوم. اذا حبينا انا وعبد العزيز نمارس العاب الخفه ونتعلمها، شو الشروط اللي المفروض تكون فينا علشان نكون خفيفي اليد؟ انت ما شاء الله شخصيه بروحه ما شاء الله خفيف وحلو وجميل. انت ما شاء الله ما عندك قصور. بس العاب الخفه تراها مو بشيء مستحيل الواحد يتعلمه. نعم. عقب ما ظهرت اعلاميا قبل كم من سنه، الشيء اللي انا كنت بسويه للوطن العربي اني انزل منتجات اعلم فيها العاب الخفه. ففي السوق حاليا حتى في فجيره، في ست سنتر فجيره، منتجات اللي معين البستكي موجوده. ان اعلم فيها، عندي كستاند كامل بالمنتجات اعلم العاب الخفه بانواعها واشكالها، عندي صناديق اللي هي الالعاب الخفه ومنتجات صغيره، وانا اجيب لكم برع صندوق كاهداء مني لكم انتم عشان تتعلمون العاب الخفه. هي انك انت تحب وتتعمق، هي مو مساله ان انا بشتري لي صندوق سحري او العاب خفه وبتعلم، لا تتعمق عشان تعرف تسوي الاشياء اللي تعتبر مستحيلة في أعين المشاهدين. فعلا أخوي معين، حتى في بعض المعارض تشوف بعض الأمور البسيطة اللي هي الإصبع اللي تطلع على هذا وتحطيه في مسمار. وأنا كنت قبل فترة في أحد الدول في سوق شعبي، فواحد من خفة اليد الألعاب هاي يقول تعال خوف حماتك تعال خوف. هذا اللي ضحكني، فقلت له كيف؟ في سكين يحطيها منها وتطلع جسمها منها. قلت له كيف بخوفها يعني؟ بس قلت له أنا ما متزوج. ففعلا الخفة اليد وصغارية دوما يتعلقون فيها. صح. يعني فعلا. أنا دائما أنصح الآباء والأمهات دائما في يوم أن أنسأل أنه لازم يا حبذا لو علمتوا عيالكم العاب الخفه. ليش؟ لان الياهل بطبيعته مستحي، الياهل بطبيعته ما يعرف يتعامل اجتماعيا مع الناس، كون الكبار او اللي وياهم في المدرسه. فيوم من يتعلم له كم من لعبه من العاب الخفه ويسويها حق الصغار يحبونه، يسوون ربع، هذا عنده باور، عنده قدره، عنده شيء. فانا يوم كنت اسوي في المدرسه فكل يوم يسوون ربعي. فهي الصغاريه، وحتى المتزوجين انا اقول انه حق الزوج انه يتعلم. ليش؟ يغير نمط الروتين اللي عنده بحياته. يعني انت نمط ابتسامه على وجهه، ابتسامه جالس انت مع الاهل وهذا، تسوي لهم حركه حركتين يستانسون، تضيف روح طيبه وابتسامه على وجوههم. يعني
فهي شيء ممكن يضيف اي ابتسامه لاي وجه، كون ياهل، كون كبير، كون متزوج، كون مو متزوج، اشياء ممكن الواحد يتعلمها. نعم. ويكون اجتماعي اكثر، هذه وسيله من الوسائل. صح. ممكن يتعلم فيها. لا لنا جدا يعني شيء، الالعاب هاي وايد حلوه، يعني تسلي الواحد وتخلي الواحد يفكر. صحيح. يعني تعطيه طاقه انه يفكر، حتى لو كانوا صغار غير الاجتماعيه، تعطيه طاقه انه يفكر كيف زين شيء، فيبدا يفكر يكون عنده، دوما يقول لك الفضول شيء زين للاولاد الصغار. صحيح. يعطيهم طاقة انهم يفكرون يشوفون الشيء هذا كيف، بس نحن الكبار خفنا الصراحة. صحيح. انك دخلت سامحوني على لعبكم، هي كان لابهاركم ولابهار جمهوركم. زين انا بعرف قناة الحجيرة باسورد مروة كم هذا قبل البرنامج؟ لا الحين عادي خذ راحتك. لا قبل البرنامج هي قالت عادي، هي بروحها. انا عادي، هي بروحها تسوينا وكفينا. لا مشكورين، ما في خفت يد كذا بسيطه قبل. انا ما شاء الله بعد قبل لا نختم الفقره. تفضلي. لا احنا تقريبا ختمناها باللعب الخفه، خلصنا كل شيء. نحن على طول بس الرقم هذا اللي انا خلاني استغرب. انا اقدر اسوي؟ اي ممكن جرب. حطي تحت الورقه و لحظه، الرقم اللي يكون فوق، رقم فوق اللي الرقم اللي فوق. صح. شو الرقم اللي فوق؟ الرقم اللي فوق عبد روح اني قال اليوم عيد بترقص من وقت العيد اليوم. عبد تعال قول له شو الرقم. بزعل منه تبيت بالليل عبده بعد هنا. بتخاف اروح. انت اخترت رقم صح؟ الرقم اللي فوق صح؟ خمسة. تشوفين الرقم اللي فوق خمسة؟ ايه شكرا. ثانك يو. خمسة شيء والله شيء عبده خلاص. زين لحظة، سؤال، عبده هذا بيخرعنا في الليل ولا خلاص؟ لا إن شاء الله ما في. عبده بس يكون متواجد وياي، وين ما أكون موجود متواجد وياك. ما يعرف أنا شفت عشيت أمس ولا؟ يعرف أنا شفت عشيت أمس ولا؟ لا ما يعرف. مو بالحد ما كان موجود وياي، ما كان وياي. لا جدا جدا حلو صراحة. فبروح ناخذ الحين ألعاب الخفة هاي وبينا استضيفوني. يعني نحن فعلا يعني وايد استمتعنا بوقتنا وياك معين البستكي، وأيضا عبده الشفاف ما أدري وينه، ولكن عبده شكرا على حضورك ومعين. الله يسلمك. سعلي بشب شمان هاي انت يا خلاص يعني. ايه صح شفت. ها شو ها اخوي معين. ايه لا بعد. لا اول شيء حاولت اضيعه. شوف خطة فضيع. خطة حلوة عبد والله. ها اخوي معين خلاص يا عرفت. الله يسلمكم. هي ان شاء الله بهر. انا اول استضافة لكم لي في الفجيرة، وإن شاء الله زياراتنا تكثر عندكم، نسوي لكم أشياء أحسن وأفضل وأكبر إن شاء الله. من الأغراض اللي نطير ولا نقطع ولا شو نسوي ولا نخفي؟ تخفوني. نخفي شو نخفي إن شاء الله. تخفوني. استمتعنا وياكم. الله يسلمك. فعلا وعينا. ما ودنا نختم والله. الله يسلمك الغالي يا رب. الله يصير ترجعون العيد يوم نرجع. شكرا لك. واستمتعنا معاك. كلمة أخيرة حاب تضيفها؟ شكرا لكم يا رب. نورتنا. الله يسلمك. وفرت بلديات دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من المقاصب للتسهيل على جميع المضحين عملية ذبح الأضاحي للتعرف على مميزات الذبح بالمقاصب الحكومية. نتابع هذا التقرير من مقصب القصيص في دبي. خلكم ويانا يعني.